في العصور ما قبل التاريخ تعلم الإنسان يخدم على الحديد والبرونز ما لا بداو يديروا الصياغة. ومن أقدم قطع الصياغة في الجزائر عندنا هاد الرديف وبزايم اللي لقاوهم في جبانة مسية تاع أجي وتبسة. من بعد اتطوروا عدة حضارات في البحر الأبيض المتوسط ونشروا صياغة الذهب والفضة حتى لعندنا. وفي باتنا ألقوا هاد العصابة النوميدية بالفضة اللي تعود للقرون قبل الميلاد. في تمرست جبتوا كنز الملكة تنهينان اللي يعود للقرن الخامس بعد الميلاد. الأمازيغيين كانوا يخدموا خاصة بالفضة، مسايسهم قيس لليدين، رديف وخلخال للرجلين، وهاد المناكش الكبار والتقال يسموهم تيمشراف. والبزيمة اللي مستعملة منذ أقدم العصور كانوا يحكموا بها نساق الشهم، بزيمة في كل كتف، وخطرات يربطوا بيناتهم سلسلة طويلة يعلقوا فيها حرز ولا خمسة باش يبعدوا العين والمرض. هاد البزيمة نلقاوها في الجزائر بأسماوات مختلفة كيما المدورة، الشماسة، نجمة، الخلالة، المساك وتسغنس. ومن بعد مع النمو الحضر الأندلسية والعثمانية زادت تطورت الصياغة خاصة في المدن وين نساو ولاو يلبسوا غير الذهب واللؤلؤ. خرجوا قطع ثمينة باش يزينوا جبهتهم كيما العصابة، الزروف وخيط الروح، وفوق راسهم ولاو يديروا الصارمة وداج الشاشية. السياغين ولاو كانا يديروا قطع نقدية عثمانية في السناسل سموهم شركة السلطاني والشنتوف. خدمة الصياغة كانت خبرة تمشي من الأب للابن في عائلة كبار معروفين كما عروش أث عباس وأث يني في بلاد القبائل اللي مشهورين من القرن 16 بصياغتهم بالمرجان حتى لليوم. بلا ما ننسوا التوارق اللي عندهم عائلات إنادن يديرهم سايس، خواتم، سلاسل حروز والخميسة كبار بزاف، وخاصة تناقلية نقادس المشهورة. وكل حويجة تزين وتبهي نسا تقعد عزيزة ومتسوسة، ومنحكي على الزمان تزيدوا تلقاو خير الجلسة.